انا اقول لك اياها، شوف شياكتهم وما احلاهم. يعني كان هناك الستاف، حتى كان هناك باليه وكان اشياء، كان يعني تم الاختيار على اساس ذوق وشياكه اضافه الى المحتوى اكيد المضمون. ومن تاسيس الدوله العراقيه عام 1921 كانت يعني الزي العراقي زي نفتخر به، لانه يعني انت لو تراجعين يعني المشاهد صور قديمه. هذا اول خطاب بث بالتلفزيون. نعم اي نعم. وكانت الملابس يعني ترتدى بذوق، واختيارها كان ايضا كان اختيار كلش دقيق وراه، كان شياكه موجوده مو بس بالتلفزيون وحتى بالشارع والمقاهي والحياه العامه والمناسبات وبالكليات والاساتذه في المدارس، حتى في المدارس الابتدائيه كنا نذكر بدون اساتذتنا لابسين يعني. اليوم الكثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يعني تنشر هذه الصور، شوف شلون كنا بالخمسينات، شوف شلون كنا بالستينات، كان شلون كنا يروحون لحفله يلبسون الورده والبدلة السوداء والقمصان. احنا نقول كل شيء كان كلاس يعني. نعم. مو صحيح؟ ايوه بس هو يعني المودة. كانت المودة ذاك كنت منسحبه على هذا الزمن المودة، كانت الاناقه والشياكه. يحضرني يعني من نتحدث عن الدراما فيما بعد، يحشون زملائنا اللي بقوا احياء واحنا من جينا انتقلنا من تلفزيون البصره الى بغداد. وينهم المرحوم عبد الهادي مبارك والمرحوم حسين التكريتي. كان بعدين انتقلت من اجى الشريط يعني شريط التو انج، من اجى الشريط كان تسجل التمثيليات والاغاني بدون مونتاج، يعني تمثيليه تسجل جره واحده ما تتوقع يعني ما تتقطع على شكل مشاهد، واذا صار خطا يعيدون التمثيليه كلها من البدايه. انا هاي لحقت عليه تلفزيون البصره، كان بس تسجيل، بعدين جت نوع من الاجهزه ايضا تو انج بها منظومة مونتاج، وتطورت جدلت اليوماتيك والبيتاغام، والآن صار كله على الكمبيوتر. وحدك تاريخ، انت وحدك تاريخ يعني. مفكر انه تكتب شيء كتاب عن التلفزيون العراقي باعتبار انه انت مريت بمراحل، اعطيك صحة والله يعني مراحل مهمة ايضا يعني تحمل يعني لك ذكريات كثيرة مع يعني احنا من بدينا في تلفزيون البصرة، كان أيضا الاستوديو صغير، كنا نقدم برامج على الهواء مباشرة، بعدين بعثونا وحدة نقل خارجي أسود أبيض. يعني أنا أول تمثيلية ومن أوائل التمثيليات الدرامية التلفزيونية خرجت اسمها الشاهد الأخير عام 1976 تأليف عبد الأمير السماوي، وبعدين تواصلنا نسجل بهذه وحدة نقل الخارجي. نعم. التلفزيون الملون شو وقت دخل؟ بأي سنة؟ الملون بال 76. بال 76 ملون؟ بال 76 اجت استوديوهات اجهزة فرنسية تومسون، وتشيدت النصبة في استوديو 5. هذا الاستوديو تأسس على اساس تجي الاجهزة يعني المنظومة مال أجهزة الألوان. نعم. وكان دازين دورة مجموعة من المخرجين من ضمنهم الأستاذ محمد يوسف الجنابي الله يرحمه ونبيل يوسف، وإحنا جينا دورة من تلفزيون البصرة إلى تلفزيون بغداد نتدرب على منظومة الأجهزة المكسر مع الإخراج الملون. هذه نشوف تحت موسى الحلاق، هذا هذه الراحل سليم البصري، هذه صورت باستوديو 2 وهو من الاستوديوهات العريقة في تلفزيون العراق. أيضا كان أعتقد ما كان أكو مونتاج يعني كان تسجل مباشرة. هذا منهاج تلفزيون بغداد، هذا المنهاج أول منهاج هذا كان. إحنا اليوم إذا نذكر تلفزيون تحدثت عنها فراس، يقول انه بالمنهاج لفت انه اكو فقره باليه يعني بال 57 بالمنهاج. اي ما هذه يعني انا كان في بغداد اكو مجموعه من الفرق الاجنبيه تاتي لتقدم عروضها بالمسارح،
أو بالمطاعم مثلا أو بالنوادي المعروفة مثل النادي العلوية العريق كان يستخدمون يستدرجون فرق أجنبية وتجي تقدم إلى 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 أعضاء النادي عروض. وفي مطاعم راقية كانت في بغداد أيضا تقدم عروض لفرق أجنبية، هذه هي موجودة بس اللي حتى يفكر للثمانينات، بس إنه الفكر يعرضها هي هاي الثمانينات. وبعدين كان الفرق التلفزيون كان يستثمر تواجد الفرق بالضبط ويقدمها التلفزيون على الهواء، واحيانا كان التلفزيون يستخدم فرق استعراضيه وفرق غنائيه، وهذا الان ما يحدث الان وفنانين عرب وفنانين كبار. انا اتذكر الفنانه الكبيره قاقوش هذه العالميه الايرانيه كانت جتي الى العراق وغنت وهذا ما يحدث الان. اليوم المحطات التلفزيونيه اذا اكو هناك فرق او تستعين بها فصحيح لو لا يعني نفس السيستم نفس الشيء. احنا بنتحدث عن تاريخ التلفزيون العراقي لابد ان نتوقف عند ايقونات عراقيه، يعني في رجل واحد حبب العراقيين كله بالرياضة، في رجل واحد حبب مؤيد البدري، في رجل واحد حبب العائلة العراقية بالعلم الراحل كامل دباغ، في سيدة عراقية مثقفة جدا حبتنا بالسينما سيدة اعتقال الطائي، في سيدة كان ينتظرها الناس كل خميس عدسة الفن سيدة خيرية حبيب داد المرحوم خالد ناجي. خالد ناجي 30 سنة هم يقدمون على الهواء، ويعني في برامج مستمرة وبرامج مقبولة ولها متابع. مع كل احترام اليوم الموجودين اليوم هناك كثرة، لكن ما حد حقق اللي هم حققوه. هناك كان إجماع على محبتهم، ما حد قادر يحقق هذا الإجماع. هو الآن يعني الأحداث السياسية اللي توالت الأحداث الآن كان الأحداث الحروب 1900 و80 وما تلاها من أحداث، بدأ التلفزيون يهتم بالتغطيات الإعلامية السياسية المباشرة والغير مباشرة، وخلى على جنب يعني العوامل اللي تأثر في استرخاء المتلقي، يعني مثل ما تفضلت هاي الاستعراضات والمسلسلات الاجتماعية والمسلسلات التاريخية، بدأ يعزف عن تقديمها بسبب تكثيف عملية الإيغال في التعرض للأحداث السياسية وتوظيف التلفزيون، يعني انه السياسه اخذت الجانب الاساسي وطغت على مجالات اخرى. الان يعني الان اكو توجه في انتاج الدراما في التلفزيون العراقي. ايضا الاختيارات الان يعني قائمه على اساس اختيارات مسلسلات اجتماعيه ومسلسلات بها تعرض للجوانب السياسيه اللي مرت بالعراق. بس يا ترى نصل الى ما كنا عليه، وهو يعتمد هاي الحاله كان لانه كانت في حاله استقرار، وكانت حاله اهم الاستقرار كانت حاله الفه وتعاخي بين كل ابناء المجتمع العراقي. فهذه الالفه والتعاخي والوئام هو احد العوامل اللي تخلي الشعب مسترخي ومتعافي ومتفاهم مع الآخر. التفاهم مع الآخر وقبوله هو اللي يمنح الآخر الإحساس بتلقي البرامج اللي بيها علم وبيها رياضة وبيها ثقافة عامة وثقافة خاصة. تحية التقدير واعتزاز لكل اللي شاركوا في هذا التلفزيون منذ بداية انطلاقه بـ 56، وكلهم احنا انا ذكرت بعضهم، ولكن اكيد التحية والتقدير لكل من ساهم، واحنا ماكو مجال ان نذكر كل يعني مئات الاسماء اسماء كثيرة اللي رحل الله يرحمه، واكيد هم باقين في ذاكرتنا، واللي موجود اكيد نحييه على كل اللي قدمه، وان هم ايضا يعني وردة محبة وردة اعتزاز للجميع. أنا أيضا أحييهم زملائي القدامى والراحلين والحاضرين، تحية إلى الجيل الجديد اللي نأمل أن يقدم ما نطمح إليه، ما كنا نقدمه على أقل تقدير يعني. المخرج صلاح كرم شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا قناة الشرقية، تحياتي.